معنا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. أريج، كيف تجري هذه الزيارة؟ ما أهميتها؟ كيف يعني حتى الجانب الروسي ينظر لها؟ وإلى أي مدى موسكو تحمل ربما حلول للتعقيدات اللبنانية؟ نعم ماجد، موسكو تريد الاستماع إلى وجهة النظر اللبنانية من خلال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الذي من المتوقع أن يستهل لقاءاته في العاصمة الروسية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن ننتظر، وفق مصادر مطلعة، ننتظر بيانا رسميا للكرملين بهذا الخصوص بشأن تأكيد حدوث هذا اللقاء. أيضا سيلتقي نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، وهو الذي دعا الحريري لزيارة موسكو لمناقشة إمكانية مساعدة روسيا فيما يعيش على وقعه لبنان من أزمات اجتماعية واقتصادية وصحية على وقع تداعيات جائحة كورونا، وإمكانية توريد اللقاح سبوتنيك في وحجز حصة لبنان من هذا اللقاح. لكن أيضا الشق السياسي سيكون حاضرا بكل تأكيد من خلال مباحثات الحريري مع المسؤولين الروس، ومن بينهم وزير الخارجية الذي سيلتقيه يوم غد. موسكو تدعم الحل المقترح من قبل الحريري فيما يخص تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، لا يكون لأي طرف فيها حق الثلث المعطل، وأيضا لروسيا علاقات مع قوى لبنانية سياسية داخل لبنان بالإضافة إلى أطراف إقليمية تؤثر على الساحة السياسية في لبنان، وهو ما ربما سيجري تفعيله إيجابا من خلال هذه الزيارة وما سيليها. نعم، من موسكو مراسلتنا أريج محمد.